بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. لو ما كانش الجليس ده كنت حضراتكم اقترحتوه علينا في الكومنتات بتاعت حضراتكم على صفحتنا كنا هنختار الجليس ده، لأنه جليس مهم جدا جدا في حياتنا، يكاد يكون الواحد فينا ما يقدرش يعيش من غير الجليس ده. في بعض الناس عندهم ظروف ما بيبقاش عندهم الجليس ده متمثل في بني آدم، لكن احنا كلنا ما نقدرش نستغنى عن الجليس ده. جليس بيخلي حياتنا رقيقة لطيفة جميلة، أول ما نذكره يبقى عندنا بسمة. قليل أوي إن الناس ما بيبقاش عندهم البسمة ديت ويبقى عندهم أزمة، وممكن يبقى محتاجين تدخل استشاري وطبي عشان يتعالجوا من بعض المسائل اللي تتعلق بالفترة دي. لكن هي الفترة دي والجليس ده بطبعه كده ينشر الصفاء والبشر والراحة والسعادة والملاغية، كل الكلام ده. أول ما قلت الملاغية خلاص الناس عرفوا مين الجليس ده. الجليس ده هو الطفولة، هو جليس عجيب كده، جليس كلنا بنشتاق له، كلنا بنحبه، كلنا بنحس إن هو بيدخل على قلوبنا السرور. طيب النهاردة هنتكلم عن الجليس ده، بس احنا لازم لما نيجي نتكلم عن الجليس ده نتكلم مع حد متخصص في التعامل وفي تعليم الأطفال، وعشان كده معانا الأستاذة هاجر أسامة عشان نتكلم معاها شوية عن الطفولة. أستاذة هاجر، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله، ربنا يبارك فيك. طيب أنا عايز أسأل، هل الطفولة مرحلة في عمرنا وعدت؟ والله هي طفولة فسيولوجيا وبيولوجيا هي مرحلة وعدت، ولكن لتأثيرها على شخصية البني آدم تأثير رهيب جدا ممتد لآخر يوم في عمره. يعني كل ما يحدث لينا وإحنا أطفال هو اللي إحنا الآن نتاج ما حدث وإحنا أطفال، فطبعا هي كصفات وكمميزات ممتدة معانا إلى نهاية العمر. طيب إيه أهم بقى، حضرتك اتكلمت عن الصفات والمميزات بتاعت الطفولة، طب إيه أهم مميزات وصفات الأطفال؟ لا كتير قوي، خلينا ناخد كده على سبيل المثال. يعني الأطفال عندهم ميزة رهيبة وقانون كده بيحكم تصرفاتهم، قانون اسمه بذل أقصى جهد. يعني هم عندهم إتقان شديد جدا لأي شيء بيعملوه، يعني يشتغلوا لغاية ما يتعبوا لحد ما يجيب آخره. يعني مش محتاج حد يقوله لا كمل شوية زيادة، ما عندوش ده، يعني ما عندوش كروتة، هو حاجة داخلة دماغه خلاص هيعملها بأقصى جهد عنده. حلو قوي مسألة ان داخلة دماغه دي، يعني عبارة داخلة دماغه دي مسألة دماغه مهمة جدا. طبعا يعني مثلا لو طفل قاعد بيركب بازل او بيعمل حاجة، انت مش محتاج تقول له اقعد خلص، هو هيقعد يشتغل فيها لحد ما يخلصها ويعملها زي ما هو عايز. عندهم كمان ميزة هايلة، ايه هي بقى؟ عدم التعلق بالنتائج. دي بقى يعني ميزة رهيبة، يعني أنا بشتغل عشان أنا مستمتع وده صحيح. الشيء ده عاجبني وأنا بعمله وهأتقنه، مش مهم بقى يطلع يعجب حد تاني، مش مهم الناس تقول له برافو، ده مش فارق معاه، مش قضيته، يعني مش قضيته. لا هو مش متعلق بالنتائج خالص، هو بيستمتع بالرحلة، مستمتع بالحاجة اللي هو بيعملها، مستمتع بالإجراءات اللي هو بيعملها، كل إجراء بالزبط. بيدخل على قلب السرور. تمام كده جدا. الحاجة كمان المهمة قوي عند الأطفال ومش عندنا وإحنا كبار كده للأسف، الحقيقية، هم حقيقيين جدا. يعني حتى دايما نقول الأطفال دول عندهم براءة غريبة بالظبط، أو يقول أي حاجة في أي وقت كده، يعني مش همه، مش بيخبي، مش بيداري، هو عايش الحقيقة، هو عايش كل حاجة وبيطلعها اللي جواه براه. دي طبعا حاجة هايلة جدا، وهو صادق. طيب. مش محتاج يتكلم علشان يبقى يعجب حد. حلو قوي الكلام اللي حضرتك قلت أستاذ هاجر، كلام مهم جدا جدا. إحنا بقى هل ممكن نحتاج نتعامل بشيء من الطفولة في حياتنا، وإمتى بنحتاج لده؟ يعني إذا كنا محتاجين فإمتى بنحتاج لده؟ طبعا محتاجين أولا، يعني أبسط حاجة محتاجين إن إحنا نكون حقيقيين مع نفسنا عشان ما نمرضش نفسيا. يعني هي سبب الأمراض النفسية أغلبها أو المشاكل النفسية اللي بنعاني منها إن إحنا مش عارفين نتصق جوانا مع برانا، فبيحصل خلل فبنتعب. دي حاجة. الحاجة التانية
الأطفال عندهم ميزة هايلة قوي، الرغبة في التعلم من أي حد، يعني هم عندهم قدرة على أنهم يتعلموا من أي حد. إحنا لا، بيركبنا الأنا والغرور، صح نبقى شايفين إن مش صح محتاج حد ينصحني، مش صح محتاج حد يقول لي صح أنا أعدل على الآخرين، لك محدش يعدل عليا. أطفال عندهم الميزة دي جدا، يعني حتى المدرسات دايما لما أجي أقول لهم إحنا محتاجين لما نيجي نتعامل مع الأطفال نبقى متواضعين جدا، يعني نتعلم منهم مش احنا اللي بنعلمهم. انا فلسفتي فلسفه التعلم المتبادل بيننا وبين بالظبط، الاطفال. طبعا طبعا طبعا، هما بيعلموا، ما ننظرش دائما على ان احنا معلمين فقط وان هما اللي لازم يتعلموا مننا، لا، هما اكبر مدرسه. احنا في حياتنا لو احنا خدنا الميزه دي ان احنا نتعلم من كل الكائنات، نتعلم من البيئه، نتعلم من الاخرين، مش هيكون في غضاضة في التعامل مع أي حد، مش هيكون في حد بيتخانق مع حد في الشغل عشان ياخد مكانه لأنه طبعا هو مش طبعا محتاج يتعلم. استاذة هاجر، استاذة هاجر انا شاكر لحضرتك جدا، وخاصة أشكرك جدا. احنا وبنتعامل مع الاطفال، الاطفال بيتعلموا من كل حاجة، ولذلك بنعلمهم من بالظبط، اشجار، بنعلمهم من كل حاجة. صح، فاللي تمام، حضرتك تفضلت بيه معانا في هذه المداخلة المباركة كان في غاية الأهمية، في الكلام عن الطفولة والكلام عن ازاي نستفيد من هذه المرحلة المباركة. شكرا لحضرتك استاذة هاجر أسامة على شكرا كل يا ما حبيبي، تفضلت بيه.